sheekha ayaa ku soo dhaweynaya. Bismillah. Walhamdulillah. وصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفى وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه. وبعد، فيقول رب العزة جل في علاه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. أيها الإخوة الحضور والأخوات الحاضرات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإسلام يكمن في كلمتين: الإسلام يكمن في كلمتين، كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. إسلام كائن وكواب ترسنو إسا قدرتي لأينو إسقو نمد لابا أريبو كوار ورسان يهي هذا الكوائدين كحيران يهي أنيقو إيفران يهو كرية تادل وإذين كحيران يهي قبل هذا أموسى واحدة قيست. الإسلام يكمن في كلمتين، كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. وحينو يسقون مدينة إنو إسلام كا برانو بينو يسقون مد مركوا فرصة غالية، والفرصة لا تتكرر ولا تعوض. ما صون نقطة فرصة بدل كيدنا الله مهلو مركا أفرت عما الموت وأينو وحبدا سوغيني كبل بين سوغيني هدر لهول بدن أيينو أسو مرني يان لديعين أينو ديار النقن. وحن أمالينا يا مرابطين في سبيل الله إن أين النهاية هدي نيدو هكذا سنت مرابطين وحال يرادد ألا درتي لفيس أغجر ومركا عبادة ذو ذئيو عبادة لأن تضب وذي عبادة المرابط في سبيل الله دادك لفيس أغجر الدين تألا كريالي داده انت اي دوفايس كاكو جيران وادد عبادة كسوغن
هديتو كان اياني هدي عشر قادر هديك له نيه وانا اكسن بلو بهاني هاي اسلام كل ما كلمه كور ورسنيه وكلمة التوحيد وتوحيد الكلمة سد هذا إريبا ربا وقتك أنت اللي سيئي وادمغ ليس هرتيبا وقتك اللي يدين شيئي إن أنكو جعبريان دوني سد هذا كلمة الإسلام التوحيد توحيد الكلمة الإسلام أنك بالله ما هو الإسلام يا إخو إسلام واحد اللي يرى وامح قال موسى إسلامك باللوضي أولا إسلامك وهو كان سميد ألا الله كان سموه في أمره ونهيه وتوحيده وطاعته عز وجل خبئين له كان سمو أمرا ونهيا وتركا وفعلا وحي ربي النفري إني نيالله وحو نقرر بيكفو قانو وحو فلا نيري سمينو وحو دايا نيري دينو إسلام هو سيداس إسلام كسيداسة با ألا أكتي كدين وحان إساقا أهين ألا أكتي كمجران وحرب الى الله سبحانه ان الدين عند الله الاسلام وحلغا يا بادادكو وحياله بدنو مغا ديق شيغان اياد مقشان دين تا يهود يو دين تا كريستدا مد هندوسكا وحاسودن عن ترى بقش يقزح بلادو وحل جديه وحيين مدنا لماركو محاجر الله يري ان الدين عند الله الاسلام الا اكتي دين تكجرتي كدين اسلام لمدو مركه وحن الا اكتي جري المحو شيغاي وحاك الا اكتي دين كما والغريب ان يلان كو مسلم شيغانايا ديني با ليسو دوينايا ديني با ليس افكارتينايا والدين ما جيران الدين باجرت حتى لما الدين ما جيرت كبدن بدايو هل الدين ام باجرت وهو الاسلام اما دد كشيغايا وحن اسلام كاهين ديننا كو شيغايا وادد غريغود بايول وذلك في قوله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين هذه الرب شيغا او يري أكتيد إسلامك أم باك الدينة وحي الله أكتيسة كدينة وحنا هين قفك شيئا لغانا جيلي ما يقوري جينا وابا أيو تعب خسار إيا اللقوي أم بوكيلا يا مجرت واحد دين ليلا وأن دين تا إسلامك أهين هدي القرآن كوقيم أيو وأهل كتاب أويلا حوية واقعي توريت شقين أيسي أما واقعي إنجيل شقين أيسي وحي الرمايي ما هي هاي الإسلام بها إسلام كادان تعريفيني وأن الإسلام وحالي اللي إن له قانسة ما هدب الدين توجيديو هدب قورتي حلياداس نبي موسيقي نبي ياشي هوري أول رسول أرسل إلى البشر نبي الله النحوي لقصوا بالله بإلى نبي محمد لقصوا قارو داتكو ومسلمين مقع كلامالي أدي الآن دين سيناي إن إسلامك هو قديم يهي وصنعين وحي نغن لك وسدي وينغو الرئي آدم فمن بعده مسلمين بيهاي لبي الله النوح عليه السلام باها النبي الله دريكي او الرئي وحوليهي مركو الله دلائي قولدي او كدشي الله دري واتلو عليهم نباء النوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم
ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. نكا وكما والنبي الله نوح وقرت إسكو الدالين إساق يددك الله ديري إسنا هو يهي مدالة النصن أون هكن أون هردون رب إني دعوت قومي ليلة ونهارا إساق ولي دلال كيسي وضع با وحي ألا أغيمد لغيري ووحي إلى نوح أنه ليؤمن من قومك إلا من قد آمن. أذيكم مددا بدن دلالة يي هبين إيا مال إن هاد لا يي كر إيا هوسنا أو هاد لي سر إيا عادنا أو هاد لي إنتا كولا جيرتا ماهي إنكا لو كرومين دونتا ما جيرتو مركا واقوسين نبي الله نوح لقوسيي ووحي إلى نوح أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن مركا إنتا إلا يقبو مراي سقال بقولي كنت سنو مراي ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما كل سقال بقول إيا كنتم سنة مرايو باكدب وحي قان أيمد إدك الرومين دون تام ملي حلها كل جوغة ماهي ما حيلا نايان كواس ومن آمن وما آمن معه إلا قليل مركا سقال بقول إيا كنتم سنة دلال كي النبي قاسي أن هين هر قلين دلال كي سي محصول كي لقا قوستي وحو النغضي وما آمن معه إلا قليل مفسرين تو قار بالي وايساقي عرورتيس وعرورتي قار بحسدي وليب كان عام باب بحسدي مفسرين تنين شاقي قليل كاس إنو فسيرو نينكي أقبتنا سيديتن بقول بالي قارسين وي مركا سقال بقول إيا كنتن صنع النبي قيدة دالا إيا انتي أقعان تكون لغاية كوكو ليستي وحي نغطي وحب بقول كير صبحا سويري مركا هبار كان جيدي رب لا تذر على الأرض من الكافرين الديارة إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا إلا وحي بحسكني هاي مركز هبار إساقون محل شاهد كقصة نوح كاني وحوي إنا لدين تابسي النوح يا إنتي رميسي مسلمين يا هايان فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. نبي الله نوح هو تلاب هوسو سوقات نبي الله إبراهيم إمو نبي الله إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. مركا نبي الله إبراهيم بربك يسكول أيهاي إسلام أنا هو قانسن إسنا وحوي رب العالمين هو كان سمي إذن إبراهيم يا أنت لجرت ومسلمين ما قاعد كلام جر وعاتم هذا النبي الله نوح مركات كسر قدوبتي نبي إبراهيم كسر نبي الله يعقوب إن إسحاق بن إبراهيم ودردار ما يجرب ملايي ووصى بها إسلام نمضي إبراهيم بنيه ويعقوب يعقوب محويري يا بنية إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعقوب عرور تسيبوا كلي فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذا النبي يعقوب يددك بدناي أولا لي ومسلمين ما بعكلا مجر واعتمد النبي الله يوسف الدنيا نكي كقشن عيو لماذا تصور مرينة وقتي؟ قال لغو الرذي لأيب سدي إساق وضعتك أغو خير بدنه مركي النبي قال عليه الصلاة والسلام من أكرم الناس يا رسول الله مركي اللي يرفى يوسف أتقاهم كلكو يري ليس عن هذا نسألك بير هذه تاكمان ويدين فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله حقاك وأركتان
أفر رسول إسلا شيء أما أفر نبي إسلا شيء ويوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم قوس كون أكسن هر الله ما أرى ولا قت يوسف عل بالقول هذي نكبر رصتي وحصل مكسر جد بي مركو حق عن تقول لغير هر مصر مددار الحكومة هي أفرت سنة مية أدوني كقشن عي ربي جيب عطسي أقرتي ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بصالحين هر الله ما أرقني من يوسف هاي وأدوي سنك كقبصدا سيقول النبي والرسول وبقرة بوير الدنيا انت انا اغفلا ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الحديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين اله مسلم نبي يقف سبولي اذا يوسف ومسلم حقات الله بسوقه سليمان امو لا تصبع الأحمر النبي الله سليمان إيا الناق مركا يمن هايزتي بلقيس الأورنجري إنتان دقال لقارين بقول لا تسكي أغقو ليستي إيا ذو اللغة يتمد مركا سيتري رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين قارتو قفكي أغقو ليستي بو إسلام لمديسي وكل هذا يوحولي وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين ناكتان بقرات بيهاي وحياب لايق عانتا كويس هزوز مركو وركور بحينا ايي وسليمان وركينا ايي وجيتك من سباء بالنباء يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء وحب بقر هايستواها يستان ناكتو ولها عرش عظيم مركا ناكتاسي بقرات ألوس بيهاي ووحي بقر بهايساته عقل قيدان يا بيناكتو لهاي مركا اي واربحنتي صنقوتي سليمان اي ايادي اوتمد باي اروريسي لتليالك دي برلمانك قوليه لتشيقه مركا سيتري تلاكينا افتوني في امري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون أرين علوس بان وصو كورارتاي نمبا وركي يميد أنا كان كالي يقوان قاري مايو برلمان كادي باي أروريساي واحد مودا إلي أدويت شورا قاربا يرادا ديمقراطية بياهي ورديمقراطي وايدا بدره قفتوا وحياهي شورا دي لشاقي وأمرهم شورا بينهم وشاورهم في الأمر دادك هذه بي لا تشتي مركا ديمقراطية ما هين قف وحايا هاي تقان لا تشيغ سيئين مصلحة أفكا أمدنا يسكو آمينتو وضياشي أمد يؤيرتي كل كاسا يتير أم أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدو إذا ماذي وحي تلمامين تقال وحي لذين نحن أولو قوة وأولو بأس شديد ماشان بلا تربانكو هينا يا إذا ما هلس أو جسيارة أو دجال يهنا هب يا جديد وحكل من ماله إسكو كاي هله ترى سوماها والأمر إليك فانظري ماذا تأمري سيقدري أن أرى قوي حكمان هاي ناي ترى أديك جوجت أن جر أنا وفرين هنا قرت أردت لم تقالني أوضان ويك أقرب بني بيتري إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها وكذلك يفعلون ما أنت مضح بعد ذلك نيتيين ننك هذه دقال ليس كوك هذا وأنك أقول ليستو إنك أنت أنا وحل الدلية وحل نقنعنا وحل حرية وحل الدلية تدوينها لبقاري ماي خقنا ما أنت تلالها هيا بابري قول دركو صوفوليا لينس مركا دقال هات المامين حلقو قاري كرام مصلحية نفا دقال لقو مر هذه وربحين تاسو لنبا سليمان سو قارتئين ينسهلنين
بو قرتي مركاسو يري وأوتينا العلم من قبلها إسلام تكهر بارب علم النسيي هدنا وكنا مسلمين يدينا مركي سوحراتي وانتو ورغدو ديريري ألا تعلو علي واتوني مسلمين أفكر لقوة هذا يا دقيشت مسلم بانا يدينكم مسلمين إماده هقانسن ليسكو ما تاقو سمدا ننكو حيراني إلا أنك سمدو كحيراني قلت ببورنو والرسول الأول إن لقا قوليسان كراما رسول لجبي هر الله مارك وببلن ألا سيلو جبيني كتب الله لأغلبن أنا ورسلي لو المحفوظ كي قلت الله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز وإن جندنا لهم الغالبون وكان حقا علينا نصر المؤمنين إنا لن ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد في سورة إبراهيم بأياب الله وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا تغادي يا مجرمين يا متكبرين أي أوسو جيدي الرسل شهادة الإلهيين لا يكونن أحد الأمرين لبا أيوم بامدة هانايا إن أمد لمد نقطان إيا إن ودنك الليدين كأريو وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا ما حكذا بيا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعي قوها ديارين تنقطة حكم كألا وحوي ظالمين تألا حقا مؤمنين تدلك أهرتا وقت جي نوح بيد عذي وقت جي هود بيد عذي وقت جي صالح بيد عذي وقت جي شعيب بيد عذي وقت جي إبراهيم بيد عذي وقت جي لوط بيد عذي ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد الدنيا على وطيرة واحدة يكون سعطة ولقد وحا قوليس الرقى ربي كحيرا إلا إلا يقوليس دان لوح المحفوظ كي يقول الله هذا يقول درتي مادو أناسوه يتددك الله إلا يكحيرنا يين لموذا يي فالمشكلة منهم لا من الله واتي أحد لعضي إلا يري وارتي دباتي إذن قارتي قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم سببت أي كنتي متقول در هذا مسلمين تأيا قلب ساتاي وقلقوا على مشروط نصرقة بيان لما يسترن إلا نصرق دائما قلقا القرآن كأغردو جواب شرط يقول نغضا فعل شرط ما نغضو إن تنصروا الله ينصركم ولا ينصرن الله ما ينصره قرقارك حقين إلا قهلوه سي قرقارك الله نوقب هي وامح الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر مركا أنا قرقاركي أسبابتي اللقوم ذن لهابا إنا ككلا لمن أما مخالفين قال لي كل كاسا قول درادو تيميد مركا سأقول درادو تيميد قلت إنو مخالفة قال لي إيمان كيبا ناقصة مركا دادك الله شيقا إن لو قرقاري أينا ولا تلمامي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم كو وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا لبا ومما رزقناهم ينفقون وعلى ربهم يتوكلوا ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا كل كان مؤمنين تلبا النقدين كوا ارتفيشال بين بين مؤمنين بين بين إيا كوا دبا قرقارك يا مدنايا كوا شنطة المانود ليمي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون شن شرطوي أولئك هم المؤمنون حقا مركا مشروطي لمن ساسي يقول دردوكو إيمانيسا مركا دائما وأبدا وحاتك هذا
rususha iyo ragooda la jira ayaa guuleysta adduunkana u hara aas cusaadana la halaagaa daalimiinta la halaagaa haddaad akhrisid qur-aankana waxaa kuu soo baxay waxaan daalimahayn baabidkii lama halaagin wakam qasamnaa min qaryatin kaanat daalimatan wakadalika ahdu rabbika ida akhada alqura wahiya daalimatun وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون ذلك الله لا جوا قرتين بان فيلاي ظالمين مركب واحد كنت كاريسن هلاقي ظلمي ظلمي قال الشيء جاي وما ظلمي يقول دور قيب ودوي قيب توصل رئيسه إن شرك الله ظلم عظيم وحكى هلاقة كسر دوينك قيب تحكته ظلم العبد لعباد الله ku jog jogsiga dadka walida dadka islaamka sheeganaaya dhibaatada maanta ku jirta waa ogtihiin ilaa waa la isku jog jogsada gaaladina way iska dhaqan tahay iskuma jog jogsadaan iskuma jog jogsadaan gaalada allay beeniyeen ma hay fi ma bayna idan muslim markaad fi nihaayat almadaf nabi maxamed timaadi calayhi salaatu wasalaam يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إنجيل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين سنة هدين أجنو وحنهلينا نبي عليه الصلاة والسلام وحاجية meel ku furtay muslimiin xajkii u socotaa ka dul timid isagaa su-aasha weydiiyey manil qowm dadka jidka maraaya waayo naxnu lmuslimuun magacii nabiga loo jawaabay wuxuu noqday naxnu lmuslimuun waman anta adigu waa kuma ana rasuulullaahi buu fa rafacad imra'atun sabiyan wa qaalat ali hadaa xaju nacam walaki ajrun sunnada waxay noo sheegaysa رسولك عليه الصلاة والسلام لا تقاتلون اليهود بولي إذن كمسلم يهود بعد الله مدونا لمن تأكل الدون تاني يجوشة وحيكو قبنا دونا لقح لوبا جيت ك بيدنا كمري دونا جيت كيا لوبا دي بفلقنا يوشيجا يا حتى يقول الشجر والحجر والمدر تعال يا مسلم فإن ورائي يهوديا يختفي عنك تعال فاقتله إلا الغرقد قرت هاد يهودا كات كاتان ولا دقالنتان أيات جبين دونتان يقو إذن كدو منا يجيدا هدلان كا يدقا حقا كماري دونان لقيح يجيد كي أكو قبنا يهود كبا أوران دونا مسلم أو كالا يدل يهود با إقو دو منا يوكا بحسنا أو جيدي يدقيح المسلمين بينو يقاناني خبيغانا مسلم بو نغو مغعابي هو سماكم المسلمين إذن نصر قو حكو جرا قورتا مغعا لون نغد لغانا حروبو مغع يالك كالي وكلمة توحي إذن إسلام كي واك وصدق الشاعر الذي يقول أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم أبها إي أبها وإسلام كولي أبا عن إسلام هاي نمليه بولي حديدتكو كوفانان قبائل كالشان تميم يا قيس والله بقبيل عربة أبي الإسلام أبها وإسلامك لا أبا لي سواه أبا عن إسلامك هاي نمليه إذا افتخروا داتكو هدي فانان بقيس وقبيل أو تميم خير هبل بان هدي رادان هرنا وحكو فرماية مسلم باناي قرقار كي مركا محو كجرا مقع عاسو كجرا وحد اوغاتين مركا او ادارينتين لغا صوب الله آدم كي لغا بيرمي إلا إنغا لغا قارو الله وحي رميي سي ادنيين مسلم إنيين بان قرآن كي دين كتوس مقع كالان او سنجرين داد كودان او وضا مسلم يهي هذا با كلمة توحيد إسلام لماذا؟ أين كشكيني
أي عبارة تن بين مسيشاء ومرك لا إله إلا الله الذي كلمة الله وحيدي ديسا وحن الله هاي وحن دين هاي وحن حق هاي قلت النفي قاسا هوريا لا معبود بحق مرك إلا الله الذي هين وحال سوغا يا شرف يا عدمية كمال يا عبادية ألوهية الربوية وحال سوغا يا ألك ليجي كلمة مرك لا إله إلا الله مرك كلمة توحيد ليلة وكلمة تقوى وكلمة يابلة لبعدنا هذا ذيكتو أفوحك صبحو كلمة الله قيمة مجرى جوابت وامية دليل كنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده قالت المركة كلمة توحيد أنيقة يوحي النبيال إيقوه الرئيب لي آدم وضاق إلا قبر ما فمن دونه إلى محمد عليه الصلاة والسلام كلمة ذا كلمة كقيمة بدن أفكو ذا مصو مرين إذن كلمة وعالمي يقول بين شيقاي بيوحا محظاهين وانترنشنالي عالمي إلى ذلك قرآنك عالمي بدليل قوله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين وما هو إلا ذكر للعالمين مركا كلمة عن كلمة توحيدك النبي قالني أوليها أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله أنيقا يوحي النبي إيوه الرئي كلمة عن هذا الله كلمة أقول فضل يقيمرون ولا إله إلا الله قرآن كنا ساسا كجرته وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا رجال نوحي إليهم أنه لا إله إلا هو إلا أنا فاعبدون هذيك نبي محمد يوحي الركاء الرئي النبيال يا رسولها كلمة الله وحي يوضي وحي لا إله إلا أنا فاعبدون نبي موسى ربي كليه يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني نبي موسى إذن كلمة لا إله إلا الله ليلة وكلمة قديمك آدم نكسو باللافتي وكلمة الإسلام إذن إسلامك يتوحيدك لبذب وقديم بشرك إلى غيرهين آدم بيكسو باللوذان انت على الرميسي إذا الكود هل قربوي أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون انت على بينيسينا هل قربوي أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون الله انت الرميسي الله والله انت بينيسي إبليس بأو وييلا دقالكو لبدا سوكا دحسعون ايا لبدا ساكله قامين ايسا وذلك في قول ربنا تبارك وتعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إلا إساق أمضح إن كيد الشيطان كان ضعيفا لبدا خندق باللقوك الأجراء ذاتك مركي لأوميبا من آدم عليه السلام إلى آخر واحد من البشر هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لبدا لك لي أبو ردي وبلبدا كوكالا سليسا نرشينا واللبو فمنهم شقي وسعيد بعوا ياندرا الذي دي رسول دي دي دين دي دي أذب شقي سنايا أنه النفتي سنبي دي دا شقيو يمد بيحاو أدروبي ربي رميي رسول شي رميي دينه قاتي ودى حلال قاتي الدون كان شرف يقيم كل آخران الجنة آياتين كيسو ياي فمنهم شقي وسعي هدي الله تقى قيام مدينة لبه إباكتال فريق في الجنة وفريق في السعي قولنا سعيري قشي وعد ماذا قولنا وحيقول لهم آتي لبدا ودى لك المرأي إذن انتي اللهم يسيسي وليين مفهوم توحيد وحاوية انتي اللهم يسيسي قدي قد ولا لوي هدي هرئيين إيا هدي دنبيين وحي ولا لماذا قارتي إنه قون أبورنين بان نبيان لو ألا بري جيرين
مثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. نبي إبراهيم. نبي الله نوح. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبارا. إنك نوحين لهنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الرؤوف الرحيم. ودلع وحي مريوكوة ربي أدومدي سمد يعين خير لأركضة ديقة وديقة أما النبي أما الرسول أما صالح تقيئة كما قال ربنا تبارك وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. أمدي ما جيرتو هدايس جيرتو ديقة تقي لحظة وديقة. وكما قال ربنا تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أمد لا أركب رسول باندرني وحا رسول كلا ردري أمد يهي أن اعبدوا الله كلمة توحيد واجتنبوا الطاغوت سكيل علي وحنا الله طاغوتك ما تجاوز به العبد حد هو وحين لو واحد قد بحد قد بكما حلق وضع وحلق وضع عبادة يالي ألا كليقي حداد ألا كلا حسن ماشي كلي أدلاء دا قرشي كاكا حداد نبي عابدو حداد دمير عابدو اسكو مدباتا لقى حداد عابدو إيا حداد ملك عابدو اسكو مدباتا كل حداد عبادي ألا كلا حسن إرئيادو الماشا دونتالتك إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها. إذن لبلا ودوكلية جرت جد كاس توصن أو مؤمنين ليرادتك ولا مسلمين ليرا توحيد كاس حقا وربي سبحانه عز وجل أمك إذا الكيب وحو أبوري إنا إساق وحيدان أقون سلان عابدان كو حرمان كو تلقلك إبادة سيدة أمبوه وعكال الله أمي ملأ. إذن كلمة توحيد وكلمة داس أفضحك صباحة أقوقي من بضن لنكران كلمة إذن كتصايا وحان نبي قولي وزنك عليس كيليده نتصايا تدبض سمو هي انت الدقن غيري بربي تدبض الرل هي واحد دقن انت أصول الله اسكو داري هدي ميسان لسارو والله إله إلا الله ميسان كالا سارو لمالت بهن لا إله إلا الله انت أصول الله وحاك أولوس كلمة لا إله إلا الله ليرا. حديث البطاقة في صحيح البخاري أدون عاصئة لكن الله دبر رميسنا الله ورتي تغي مالنتي قيامه عمل كيزي الله حسابي وحبه سومي الاستاقي وواهي قف كيزينا أرلاذا كبطي باربي أوراندونا سبحانه هل لك حسنات واحد حسوسته وانا قد لا ذهي ما الأركة لا يا ربي بوير هذا مجر وحسن هذا وأن لا يهم الإيا لون قرنايو ربي بايري بلا وذلا ذهي أنا نكوك أكتيدون كويا لا ظلم اليوم ما أنتنا مجرتو حق درئيو قردر لعمايسو مركا دم بقيسي بوك ترداك أبدا أما سجل وين ولا قبو شيء بميسان كيفولا كلك بطاقة يار أي الله سو سارا ملائكته كانت أيقوت لا إله إلا الله محمد رسول الله إشاك أنت الميزان كلا سارين بوسلوجا وحير هذا وما هذه البطاقة يا ربي ما حيت نشأ جيسان مع السجل الكبير صمت كجر هذا وين أمسك كلف ولا أركي ميسي فجأة وين كقبط أمسك كلف ولا محوت لا يا مدنا سو سرت
horta hubsaa la yiraahdo bal isgaar laa ilaaha illa allah baa miskii kaa la saara wixii bay la daba gadanta iyadii baa ka cuslaata kolka man kaana aakhiru laa man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha illa allah dakhala aljanna kelimadu qiimigaasay leedahay misqaalu dara hadday tahay waa naafica oo misqaalu dara wuxuu kaa badbaadinaya alkhuluudu fi nnaar idan kelimadan kelimatu tawxiid la yira cilmiya ikhlaas bay kelimadu u baahan tahay dhihideedi iyo ku dhawaahiqeeda keliya ma leh waxaa rabbigan yidhi subxaana ilaa man shahida bilxaqi wahum yaclamuun ilaa man shahida bilxaqi wahum yaclamuun wahum yaclamuuna marka la leeyahy farqiga waxaad garanaysa carabtii mushrikiinta ahay ee dhexdooda nabiga laga saaray calayhi salaatu wasalaam kelimada dhihideeda ku adkayd maahe dhaqangelintu kuma adkay laakiin goorta dhaha la yidhaa bay isi soo taagi jireen innahum kaanuu idaa qiila lahum laa ilaaha ila allah yastakbiruun wa yaquuluuna aynaa la taarikuu aalihatina lishaacirin majnuun wandalaqa almala'u minhum an imshuu wasbiruu calaa aalihatikum ina hadaa la shayun yiraa maa samicnaa bihadaa fi lmilati alaakhira markaa kelimada dhihideeda ku adkay ilaa macnaheeday garanayeen kelimada macnaheeda waa maxay waxay curyaaminaysaa mushrigii oo waxay u tilmaamaysaa goortaad laa ilaaha ila allahu tiraahid kala dhimata adiga maahay uun xaggi qul allah uma darhum fii khawdihim yalxabuun innagaa soo harnay qoladeenna cajamiyowday ama cajamiga dhihidda kelimada waynoo sahlanta bikulli suhuula baanu ku ashhaadanaa hase yeeshee wixii ka soo horjeeday baan la sii wadanaa haddana ilaa macnaheedii baynaan fahmine intaad laa ilaaha ila allahu tiraahid baad haddana iska wadataa alaabtaadiiyo qurunkaadi ka war meeshaana waxaa la rabay attaxliyatu bacda attakhliya ishufid iyo isqurxin ishufiddaa horeysaa qurxintaa dambaysa inaad xaragoota haddaad rabtid oo dhar eshcala aad qaadatid horta soo inaad soo mayrato ma shan laysato cadayato ma kadib aad xiraadto sow ma maadii oo caradii uskaga iyo qaanjeertii dhiidkiilaad yaad neegtin xirinaysaa haddana waxa weeye marka laa ilaaha ila horta ishufiddii baa la raba xalay intaad seexatay subaxdii markaad soo kacdo adoo carabka qaadi lacan luuftaada qaraar tahay miyaad qureecanaysa mase horta xamaamkaa tegaysaayo carabkaa iska walaysaayo ilkaha cadayaysaayo wasadaad hurgufaysaa carabka udgaayo xanafle baad qureecda ku taabanaysa attaxliyatu bacda attakhliya wa fi lkitaabi alcasiis qur-aanka waxaa ku soo aroortay faman yakfur bitaaquut taxliyadii takhliyadiiu faman yakfur bitaaquut wayu'min billaah faqad istamsaka bilcurwati lwusqa ishufid baa ka horeysa weel buuxa maxaa lagu shubi karaa in wax la daadiyo haddaan la rabin weel dhuunta jooga kubaata wax ma qaadi karo waa buuxaye marka in la hufo wey marka kalimatu laa ilaaha ila allah waxay u baahan tahay marka hore takhliya layshufo layska hufo wixii alla ka soo haray macnaheedaaba sidaa laa ilaaha baa ishufida ila allahuna waa taxliyadii isqurxintii wey haddaba kalimatu tawxiid cilmi la yaqaan bay kelimadu u baahan tahay ikhlaas iyo daacadnimay u baahan tahay yaqiin iyo shakilaan bay u baahan tahay sugnaan bay u baahan tahay iyo boodbood la-aan kelimatu tawxiid wa tawxiidu lkelima markaynu kelimadii tawxiidka ahayd qaadanno oo diintu ka bilaabanaysay muxaadaradii sheekh maxamed macalli umal baynu ku qaadanay markii nabiga uu diraayay mucaadi ibni jabal radia allaahu canhu
إنك تأتي قوما أهل كتاب فأولا ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله أو شهادة أن لا إله إلا الله كلمة كلمة توحيدك أي إسلامك يا الدين تكبل الله بطا الضوف كما يشو ناقري وحاول تربية يا تعليم تأينو سوق هذا نحقيك بالله بنجلت كتاب طهارتي بينك بالله بنجلت توحيدك وحينو كافتوني لا إله إلا الله كلية المعني لك سينين شركي مركا وانا قد احبي حواي كلمة دينا والانا احرانا وعونينا حبالان كوري قيسانينا ميتبان شرطي كحيرانينا جني يجانبان ويارانينا لا إله ذي بينان فامن معنى هذه إذن كلمة التوحيد قرتي أسألو ذنا وحا مسلمين تأويا لتوحيد الكلمة توحيد الكلمة محل الله وضع إلا ميدوبه وحبذا بعدقيه نقول عن أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة وحي نقوتي عبارة والبايس كشكت لكن هدين تعريفينه بانقرنا إن أهل السنة والجماعة ما هي سنة يا ترى يا ترى سنة محال ليرة سنة وحال ليرة جدك النبي محمد عليه الصلاة والسلام محانة دليلة وكين نبي غير عليه الصلاة والسلام مركون لدر دار مايي فعليكم بسنتي فعليكم بسنتي مركا جدك النبي ووضع ذو قيحان ولا يقان وكين مركي عليه الصلاة والسلام امرقي سعود بياقضها تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا ألا وهو كتاب الله وسنتي مركا سنة واجدك النبي محمد يا أهلوه أنت رنهان قد أهلوه أهل سنة نصب حذمك والجماعة محال ليلة جماعة وحال ليلة الذين اجتمعوا على السنة سنة إذا أنت كوكول أنت بجماعة ليلة إذا ميزان كاللغو قرن أهل سنة والجماعة وتوحيد الكلمة فحوية سنة واجدك النبي محمد أهل كيدنا وأنت نبو قادتي جماعتنا وقرد السنة دوش هذا كوكولانتي سواء كانوا في عهده أو فيما بعده أو في وقتنا هذا أما مركو النبي قال نولا أما قاردي سي كدب أما مانتا حاجر مركو تلمان مايي وأويري وحن نقندون تان كوحا كوحا آدو تربضا كوح كريتان وناكسا كوح دي مركو تلمان مايي النبي قال وحكوت المامي مبدأ ذي وهي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي اليوم أنا قا يا أصحابتي إذا جد كان ما انتهينا الددك هيا مع الفرقة الناجية إمام أحمد بن حنبل بوحى اللي شوي دين جري نبي قوحوشا قيل كوح قوشا قعنتي ذو كجريتو إدقار مرتأينا وحبك قرينين لا تزال طائفة من أمتي قولك النبي وحن دوني ذا لقوائي دونين كوح ومدى إذا كمدى حقنا كتاقا لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم كل كان ليري واكون وكوة إمام أحمد بن حنبل بقى ليري كوح دي منو شيء كرتا إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أعرفهم إلا حديث كسو سنة النبي ما قال هذا حديث كان النبي هاي ساحا بارسا يقول لك أنت هدايا نهين أنا ما أقام بو يري نبي قال أنه عليه الصلاة والسلام توحيد الكلمة وأمد أمد نقطة وحضر كيسا مرك أمد وحمدين هي الشعائر تعبدية وحكاً ربي نواتون صدي توحيدك كسوة بالله صلاة دكو حيجي زكاة دكو حيجي صومك حجك أنتوا أمدي بين مدين إيسا الله كريا العابدة وتوحيد الكلمة الله وحي كل حذانا محو نقنايا أمد قفانا كجيرين نبي محمد بال الرعسان يهي قفك ديدا محو نقنايا كمجر أمد صلاة ذها إيا زكاة إيا صومك إيا قبلة مسلم مالو جوغة وشانتا قاردود شعائر تاسو وذا أوفية
ما جرى كل كوحي على هاد كدر يمي كرتيد مصداقية الدين الإسلام إن أي دين تا إسلام كرون قيحان تا دين كلا أي أنجرين وحاكم إذا دادك إنتا استرى لأك أي مسلمين تا إسكور رأسن ميلي جوغان با حلال لكليت نبي كليت كعبة كليت صلاة كليت كتاب قرآن كليت وكلمة توحيد توحيد الكلمة مركز النبي عليه الصلاة والسلام سنة ديسي حديثي سمركينو مريحسنو وحن كهلينا نصوص عيدا كبادانو اسكو كان كولينا إيسا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا أوك وشبك بين أصابعه قريقنا إنو كجرنو انتو كاكو مهدي لوكا لأبترسو أد بيوتر بادان إيسا لقاح باكو جيرا بربا كجيرتا الواح باكو جيرتا كورنتا كجيرتا لوبا كجيرتا عرا كجيرتا قرتي لديسي محاسوب بعي القري سيدانو أوتي الماما يقولك المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه فروه اسكو قطبي مؤمنين تهلقف كليتين لمديهين من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم أصحاب الرسول الله رقا مقاشين قيمة قوذية وناقوذة يتكونون من بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وابو بكر العربي مركز ربنا ليه محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم أعزة أذلة كل كي مؤمنين تلقى هذه الآية أذلة على المؤمنين أدب عسن أعزة على الكافرين كوادك إذن كلمة لاس كلمة توحيد كأه إن لقوم ذوبوا يدين تي الله تدكو واحد مدين كرون دينها الملأ مبدأ الأمن سيهي ومقدسة والله أرك أدون إنه يهي وددي كليته بدباده الطريق الى النجاه وكيسا كامام كان نوغو فوري الاسلام انو ياهي ودد كليته بدباده كل كا ودد كليته ولا امن سن ياهي ادون كان ربي رالي نمدي ان لغو غارايو اخرنا جنه لغو هلايو كلمه ان امدو كو كلنت لغما مرمو سي كلو امدو كوما كل ميكران مركا كلمه التوحيد ولا إله إلا الله محمد رسول الله إيه وتوحيد الكلمة موافقية من إلا النغضو إسلام كل بدا نكور شيء هدي اللي بدا سلقاتو إر إيه للبن بدون هدي اللي بدا اللي دانا هالك لو اللي قلع يمال وحي اللي سوغانا قول درهول نبي قوحو كدي قي وحي اللي مسلم كالقية رسولك كسبنا عليه الصلاة والسلام إنه يري من فرقكم وأمركم جمع قفك إذن كلا إريا إذن كو أروسا دل ولا دل وهو يري نبيك هداد نمبلن لقشان كلاب بلنتان على الكتاب والسنة إنه إذن كوه قاميه إذن لأذي ساقي كحرتان مركأو على الكتاب والسنة إذن كو دقايو إذن أسمع وطاعة إن أدمقل إيا تليينت سين إيسان مدل باد بايمت فو بيعة الأول مدكي هورا بلنك أدلق شيء فولية كاللبات سيلا يالا اللقون تلقى رداي بلقوا رعي لماذا؟ مسلم أرورسا بوفر دنايا هدي مسلم كوفر له إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون نبي جيبا سيدا الأول عليه الصلاة والسلام مركا إن يددك مسلمين تاها النبي يدين تاسلها أي شبهان يهودي النصار إيقا أورنجري وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء يهودنا محيلة ذا النصارى وحماها
نصارنا يهود وحماها مركا إني لباتذي كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم وثني وحنيه كل دي كل ذي دين ليس على شيء إن إنجي ولا لها هاي إنما المؤمنون إخوة المسلم أخو المسلم فلا تكتاج يتون يوحى إن قصوا بحنه ووح كلمة توحيدنا أيا أقولين توحيد الكلمة أيا أقولين سادوكتيهين مسلمين تصيئوا عني ومنهج كي النبوة اللوغو سعدي أيا وحى بحي كوحا كوحو مسلمين تكترسا قدرية بحر خوارج بحر معتزلة بحر أشعرية بحر صوفية بحر مسلمين تمد بيها يضو مد كريهتا أيا فلاقا نمدو في عهد صحابة أيا باللوذين قدرية وحي سرتاقي عبد الله بن عمر خوارج وحي سرتاقي علي بن أبي طالب معتزلة وحي سرتاقي حسن البصري أشعرية وحي سرتاقي ابن تيمية رقيس صوفية لا تكتيدتك مركي دم قرر كشفت حلاجي ابن عربي مركا إذا هدر صحوذي بحوغا كدبتكت فانيقا حمر تقي حمر هدانوغا إياقا مساجد دلك هايست دادك موحدين ته وحي وحكو آخر سنجرين قريا للاذود هل مساجد دلك كمايا لهاي مركي دنبه وحي كب الله وضعي احتكاك أربع الركن مركا ساعدنا اللقاء ريجري محمل الله بنانك لولي قيجري أي ساعدنا كسو نقن جرين وحان سهدى تقي صوفية يهراتي قيلة مذي الله بقى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين هذا با خلافات كان مركب مسلمين تأي كب اللوذين أيدي الله الرموذي وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين اختلافك يا مورنك إذا سهر جيدك قار جاحية لأنه دلاعة أي عدبات لنا أبو ري كونك بالله بيهود بوها مسلم كله مناي عبد الله بن صبابة الأورنجي إلى وقت قاس بخلافك مسلمين تكهر لا ياي قوة المسلمين توحيك قادين خلاف كون وإلا ترئي تيطونة وح مسلمين تكمقا مجيرا مانتا وحوال بقعانتا أيكو هايان آد إيا آد باي مسلمين تودقينيهين ترئي تيطونة لكن محاكمقا مدنمو أيكمقا إلا أي مدوبة نقيم ييران مايانو ربي قول كي سيدقا قليان واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كلان كان ليسو يمد نعمة أقويني ربي كان أكو قال الله يسير رسولك سين نقوتي وحرب رسولك كيري هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم أبال كان كو قلي وحاكمي له إن أنددك كوسو أروريو قلبي قوذا محبا قليي كل تأليف القلوب الله أنت أمك مهدنته وحان لوقرا كتابك القرآن كريم بقول يلا با تنسانو با أنصار رسول الله غير مدينة على هايين كل نبيك أويمد كتابك أي قاتين بين ذوبين كما قال ربنا تبارك وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء صغير قورع بأهيدين فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا خلاف كحقائد قارسيي وكنتم على شفا حفرة من النار بخلاف إذن قارسيي فأنقذكم منها بالإسلام بألا النارتي أدقذق إذا تقنيدين بألا إذن ككوريي تأليف القلوب سيدي محاضرة ذي هراء كجرتي شيخ محمد معلن أمل
ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا بوحد دوما الدبعية المدايه ودينتي إيمانك هذا رجوعا إلى الإيمان وتحقيقا لكلمة التوحيد وتوحيد الكلمة الله إن لا نقضه سيدي ربك أن أجري وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون سيد المؤمنين أدنتهين ربك أن أهيدوا أن نقضه إن ليبان إسان باهو فرقدي إلا أن نقضه محاجلا لأن الرجوع إلى الحق فضيلة قفك إنو إلدوفه أو وضح المرو أو كان نغضو أن نغضو وناق وقيم يا شرف وتمادى على الباطل خذيلة إنو قفك حماكم الاحتيريان دل يفول حموه ربنا واحد نبينا واحد ديننا واحد قبلتنا واحد إبادتنا واحدة ولا علينا الله إنو نقنو خلاف كان كفو قانو كلمة توحيد أي نحقي جنو هذا كلمة حقيقة لابا نقن إسكا لهدى ذو وحكو أول ما منافقين تبوا أورنجيرتي منافقين تبوا أورنجيرتي إيه كلمة إخلاص يرهن إي أقوم بأبانت إلا من شهد بالحق وهم يعلمون إخلاص كنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين رنتنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وكونوا مع الصادقين إذن خن إيا إخلاص يا داعد نمو إيا علم كلمة التوحيد كي لا يقال إيا إنين أنقن كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة إنين مفهوم كذي شامل كها لما يسترنا أنقاذنو إيا قنت هذه كلمة التوحيد ووهي عباده إيه هو جانس الأورنجي خبي بنان كلاجا مرو إن جونا أين توحيد الكلمة قادنا أين ميت كلية نقولنا سداسا جوشي إيه اللي بنتي اللون تلوسو ألين كرا لجونا بتبادي كرا موضوع عن إنوان كوا الطريق إلى النجاة سما تبح إيه بتبادي جد كلا قاد الهوا معي وحوي كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة إن كلمة توحيدنا لحقيقية أرون لك شيئا توحيد الكلمة لدقن قليه بقى الطريق إلى النجاة أقول ما تسمعون وشكر الله حسن استماعكم وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ واكم هتسي هاي محاضرة آتك وفي عنات واحد هاي سنة كلية طولنا دقيقة ضد أنا كحن ما هن إنا صي طونك حتى وحاليري سؤالين كسك جوجي لكن أنا جاي أهوي ذي لذلك يعني لخاطركم مرك أنت قرأ لي هذا طونك دقيقة ضد سؤاله تنك جار إن شاء الله سؤال شو هو الرئيس أنا جو صق قبي وحاولي هاي ضد واحد ربنا يستي السيجاركا إيو قاتكا ضدكا أرر مدنمو أو صوماليا أما مسلم وحساس صوكلا سكاشيا ملاسا ما يسنكرا أما أرر قناسيا وسؤال مهم وفي محلها سيجاركا يا قاتكا إني من نمذي داو عيان هبلو إني نعي أولاد أبور عيان هبلو ومدى إني كالدلا يانا هبالو أقل هذا اللقوعون يرياريه باد دمي وليس لهين لا يهي قاد يحاس لبدر المدورين قوت إذن هذه أقل كي اللقوعون يهي باد دمي بلشية أمد كالو حقومي يالدان دان مرنا أفقن بوجي فوقات كيبا للك دقي وقاد دروذي مرنا وابا مجنون وواريادين وواليه سقيبوا رادين ايا أكو دردر ايا marka wuxuu naftiisa ama bulshada ama umada qaad cunay ugu yaal male su'aashu waa su'aal fiican iswaydiin male ma haram ba ma halaal baayo waa tii la gowracay shirkii 49kii Soomaali waa tii la gowracay marka wax ma ku darsan karnaa waxaan ku darsanaynaa ninka qaadkiisa sigaarka cunayo umada kamida
دعوتي باك نود حيس وفق مؤمن كاقوس ما يقى لا تيأسوا من روح الله إنه لا يأسوا من روح الله إلى القوم الكافرون مركا يان لقوسا إلى آخر درجة سيد النبي إبراهيم اللي قاله سيد أبيه أدب سعدي يا أبط لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبط إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فتبعني أهدك صراطا سويا يا أبط لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبط إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال الراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا مركو كدبا لنتي وألا أبري أسيري واغفر لأبي إنه كان من الضالين للوذن وايي فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه مركو وحنا قد حيث قادعنا إيا سيقار أب إيا الرامالي إيا كوة نقاها براها جلو جلو كليين وقال عرور قاتل مدير دعوة نقد حيسا ودبس عنينا إلى أن سور ردنه مركي مدخم رأى بين نبي الله كيني إيه يريد أن قذية مدبا انتو حناقي دور قربا لكيني أخزاك الله أبو يري دف كبح مروا البواع بوال لكينا نبي كيبو عن أنتو يري لا تعينوا عليه الشيطان دفوا أبو كبحي انتا كبضن ميال الربطان دف كبح أورانينا هذا بواع ويا كوا إياقا محان نقد حيسا وحنا قال حيا دعوانا قال حيسا يينا نكد ظهرين هل الدبجوجو هل يرو حلو مركي كعران والله قد بدنا وغوال الله وجيا أوه ما اللي يرى شاد كذا لا تبرد وحواد الدنيا ودامان وبالله توفيق سؤال شكو حكت واحد هاي قف نيد إسلام كأه لكن مرنا تكذا مرنا تكن لا إله إلا الله ذي سوحمة رسا وسؤال مهم في موضع الدرس نيادو إسلام كي يهيبا لجواسد الله قري إسلام كما دي دنو سلا دي مرنا واتكذا مرنا ما تكذا ليري قفك لا إله إلا ذي سوحكو أول متاي وحوي لا إله إلا الله ضه إسلام كوالو صقلاء إسلام ككل جس يضمة سادوكتين حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخره إسلام كشنتير بولي أشهد واتيرك كمادة لوس قلاء أما وأساسك لكن قرط كل واقدي كذب dad badan oo islaamka ku dhawaaqay ba nabigu la dagaalamayay ama xuduud ka oofinayay la ilaaha illa allah marka tiri kullu shay'in dhamaystirtay ma wa laga raba salaad hadda tu ka weydana waa lagu dilay ayatiinkaaga wuxuu noqon doonaa allah u deeyayna ahkaamta islaamkan cadeeyayna ma he qofkan wuxuu noqon doonaa allah u deeyayna marka waxa weeye qofka haduu yahay qof wax isku falaayo muslima وإن أوسن صلاة مرنا بكتاجين صلاة هذه لقتها جو أدردارنا أن لقتاجين أدردار كذي واقوبين ياي فوق هذه هرا الله يشيء جيرين النوم والنسيان فوق هذا عندهم بالله يقدرن الجمع والإجراء أعذار صلاة أربعة صلاة إن دبرك اللودو هلمان يهردو adigo jamaa socota sida hadda aynu noo kale oo intan duurkii u yarkaadina casirkii ku darnay magribu kaadinaan cisha ku darnay jamci way ikraahina adoo ba intu gacanta kugu dhigay ba garbaduub lagu xiri qol gabana nab lagu sii qibla ma jirto weysa ma jirto wareera jir ikra ama waa lagu dilayaa ba lagu yiri fataqullaha mastadactum marka noqonaysa weysi iyo waxa aad ka deyso sidii suuragal iska samee إذن قفكاسي وحان لأنهي لبا وحكما لحياني سيدي أن أدي الذي ما أنت أتكرني سين عشركة مسلم إيا قال شقي إيا سعيد أهل جلية أهل النار لبا لبا ذا أددكو إياهي مدبوحي لبا لكن نحتال مجر
مرنا واتوكنا يا قلد أنا كدر مي توكته مرنا ويسكدا يا قلد كلام كدر مي صوت بعد المنافقين تما أي أورنجرين وإذا خلو إلى شياطين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا هذين لجوجان مؤمنين تأمنا بي أورنجرين وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا إنا معكم قالوا رساسي كو أورنجرين هذين قالوا تراسو إذن كي كوي لتوكنا يي إنا معكم إنما نحن مستهزئون خبكوا معكم يري أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل أما تعملون إذن وإن لبذي مدل بوحشه وحد حيس مجيران وبالله توفيق سؤال شك وحكتا واحد هاي مدني ماذا واحد شكتا إني كامتا هاي عقيدة محاي كولاتا هاي مركا قفك ديدا مدني ماذا مدني ماذا سؤالي تانا نجع لهاي مدني ماذا كوا عقيد سيدو ننكان قري لقوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وصورة الأنبياء مركز ساس لليه انتان نيبا لغا شكيي نبياشو لنبا لصوم مري إبادة دينا وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فتقون إذن مدني ماذا كوا عقيدوه لبا عبادوي صدح مصدر قوه حوجا ماشو كي ما دوي افر كل شيء مدني مدو وحك استوي وعقيده هو عباده هو قوي حوج وشرفيه كمالي عظمه ومدو مركه اسايزاته قيمه بيلاد مركه كلا دكتانا قيمه مالي إذا قف كم مدني ماذا ديدا مسلم ما قف كي يرى أنا كمسلم وحكو درسان مايو إلا وكو خسبني هاي وحرب يري المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا إنما المؤمنون إخوة المسلم أخو المسلم مدني ما قف كي ديدا أنت سديدي فليس بمسلم وبالله توفيق وحكو حاجة نبيه ايا ugu dhibaato badnaa nabiyada wuxuu ku dhacay mise ma jira nabi uriyaan aha wala ma su'aal muhiim ah nabiyasha nabiga ba ugu dhibaadnaa iyo nabi uriyaan ma jira wa su'aal muhiim ah tan hore shan nabi ba jirta ulul azm ba loo yaqaana dibaato badan bay kala kulmeen umaday ka dhashayna loo diray waanay adkaysteen shantaas ulul azmi loo bixiyay tartiibkoodii wujuudiyaha ay adduunka yimaadeen nuux baa u horeeyay ibraahim baa ku xigay muusa ku xigay ciisa ku xigay maxamed baa u dambeeyay alayhi musallatu wasalam wa tartiibkoodii zamaniga ama tartiibkooda xagga fadliga nabi maxamed baa u fadli badan نبي إبراهيم باكو حيغا نبي موسى كو حيغا نبي عيسى كو حيغا نبي نوح وحيكو قارين فضل غاسنا واسيدا أيو كلا لباتا بدنائين نبي لاركبا لباتا آدو تيرا بدن أيو لكل مي إذن نبي ياشاس و آيات لغو كل مي في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أيضا والوك المي وفي سورة الأحزاب وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم لقوك المي أي النبي ياشا أدبادنا شنتوضة لكن إنا إراهضه من كان نبي نوح إيغو واختقوا غيليا يي أي نباتذو لك المي هذا النبي موسى إيغو فرعون وألعن واحد على وجه الأرض إبليس وحدار ننكي لهر دمي إبليس وحدار فرعون نبي موسى لهر دمي محاجر ننك يري أنا ربكم لعلا كهرنا يري ما علمت لكم من إله غيري ننكي لهر دمي إلها القمي
ee ka guuleystay nin fudud maaha nabiyullaahi ciise sidoo kale kuwii loo diray ee uu ka dhashay baa isagii iyo hooyadii dood iyo muran ku furay shakhsiyadiisise u dhaawaceen oo kale nabiyullaahi ibraahim waa ogtihiin alla dartii in la gubay dhagax lagu tuuray colkii nabi ibraahim la dagaalamaayey ee dabka ku ridaayeyna aabbihii hooyadii baa ka mid ah id qaala ibraahiimu liabiihi wa qowmihi inanii baraa'u maa tacbuduun nebi maxamed quraysh wuxuu kala kulmay waad aragteen siirada idan kii dhib badnaa ma ogi laakiin intaas ayaa u dhib badnaa nabi aan dhibtoonina ma jiro oogtiin wixii yuusuf ku dhacay amaa su-aasha qaybteedii dambe nebi curyaana waxa weeye curyaan iyo goobo iyo biijo iyo faruurnaan iyo jawi iyo cudurada caynkaasee laysku liidaba nabi kuma dhacaan maxaa jira ninkan waxaa loo dirayba umad inuu qanciyo wey kolka isagoo ama jiisa ama iloo cawaran hal aragtayba godlan mayse xigmiyo caqliba kuma jirte nabiyaashu qorax iyo qiimi iyo qows intaa isugu dar qurux oo abuuriddii ah iyo qiimi oo dadnimadii ah iyo qows ay reerka loo diray qowskii u dambeeyey ka dhasheen baa alla isugu dari jiray kolkaa goobi iyo jiisnimo iyo dhegala-aan indhala-aan curyaannimo biiji iyo faruurnaan jawi ma taqaaniin afkii soomaaliga raalli ahaad dhaliiloo dhanba male nabiyaashoo dhan waa wada ceeb ka saliin wabillaahi towfiiq.